خفها في الحلقة. حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو. ونبدأ بالأخبار. يا ويلي طلع حلقة دي يوم الخميس. دراسة أمريكية تقول لك الخجولين أكثر عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية. هذه الدراسة استمرت 30 سنة على 2000 شخص. 60 شخص من الخجولين ماتوا. فوالله يا جماعة الخجولين هم اللي ناس كيف طبيعة الخجل؟ إنه زي حمادة. صدق حمادة عارفه يجامل ذا ولا يقدر يعني يمشي ذا وكذا، يرجع بيتهم زي أنا قبل سنة. أرجع البيت ننقهر. ليتني قلت، ليتني رديت، ليتني مدروش أنا ليش سكت، ليش مدروش أموت وأنا بمنضغط قلبي يقول كذا. هذا حمادة، صح حمادة؟ ممكن لا صحيح صحيح. هل هذا اللي صحيح؟ صحيح. لا تخلني أقول سالفة الحين وخلي أوريك. صحيح صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. أنا أنصح كل خجول، وإحنا الخجل عندنا معنى الخجل أنا أتكلم عن نص فيه كذا بارت اللي هو المجامل. أنا خجل، أنا خجول، قالوا يا زينة مدري هذه ما تضر أحد. ما تضر أحد. بلال مجربة كثير، كل يوم يقول يا زينة يا زينة ما زعل. أتكلم عن اللي يجاملون، اللي بينهان ويخجل من رد، ما يبي يرد، ما يبي يسكت، يعطي ابتسامة كذا. أن لا تعلم تقول لا، ازبد، تقول لي أسبق المدري إيش. الناس ما عاد تفكر كذا، الناس أول تفكر كذا. أنا إلى الآن عندي سالفة ترى مقهور عليه في خاطري، رجل احترمته أعطيته مكانته ما يستحقها بس إني احترمته، غلط أول مرة جاء قال حنا آسف ترى الكلمة طلعت، أه لا لا عادي أنت كبيرنا وأنت اللي تعلمنا وحنا نتعلم منك. بعد أسبوع هذا كل يوم كان في 3 أشخاص، بعدها بفترة كان في 7 أشخاص برضو غلط. فبرضو أنا ما أبغى رد يعني تحفظ. طبعا في المرة الأولى مت قهر في البيت. حلفت إني المرة الثانية بطب في رقبته، جيت المرة الثانية ما قلت شيء برضو، جات أسف وصدقت أنا أعطي فق وجهه ورضيت. المرة الثالثة جاء غلط في طاولة مليانة بس ما رديت أنا. لأن واحد قال مسحها في وجهي. وإلى الآن تأكل وتشرب معي. ففي ناس لما تغلط عليك تحس أنك ضعيف إذا ما رديت. هذه النوعية معك عقال، قدامك صحن، قدامك لي، نعم الله يكرمكم بوكس، لا تسكت له لأنه يتمادى. في نوعية ثانية أنت عارف أنك غلط، حس النية مشى. بس النوعية اللي أتكلم عنها أنا الله يجمعني فيه قريب. الله يجمعني فيه قريب، لا برد شيء في خاطري. وإيش الأخبار اللي تذكرنا في سوالف تقهر؟ الله لا يرجعني مثل العام. أبغى شخصيتي اللي الحين صريحة، تسألني سؤال أجاوبك صراحة ووضوح. أحلى شيء. ما عندي استعداد أجاملك أو أكذب عليك عشان يقولون مالله كويس، لا. أمانتي وذا وشخصيتي كذا. قل له هو غلطان ولا ذا صح ولا غلط، بكيفه يزعل بكيفه. أنت ما يجي بكرة تأنبك ضميرك، بس ارجع لمخدتك حط راسك، لا سكتة ولا دماغية ولا غير مرتاح. يقول لك طولت أنا في ذا السالفة لأن في ناس كثير سايرة فضفض كثير أنا في بعض الأخبار. جامعة بريطانية تؤكد أن حاسة الشم، إيش حاسة الشم، حل مدهش لتقليل الحوادث. يقول لك إيش الدراسة، خلنا نقرأ. يقول لك إذا سميت ريحة عطر يقل الحوادث، إذا سميت ريحة مخيسة تكثر الحوادث. إيش الدراسة دي؟ فعطروا الناس، يقول لك قلت نسبة الحوادث 64.
الحين وين السيارات تركبها ريحتها دخنة؟ عز الله ما صدقوا فيها. دخنة تكتم. والله العظيم أنا الحمد لله ما نعد تدخين في السيارة، لكن تجي تركب السيارة مع واحد دخنة وين رايحة؟ لو مو بتحط يا رجل كيلو عود أزرق ما فاده، لو تكبكب العطورات كذا ما فاد. السيارة جايها سرطان. والله العظيم يجي يقول لك تقلل الحوادث. تقلل الحوادث يا رجال. مضروبة الدراسة ذي مضروبة بقوة. الدراسة ذي مضروبة. قال المفروض كل واحد مع مخالفة سهري يعطونا قرورة عطر. بدل ما نحط مخالفات نطلع فاصل. قضيتنا اليوم تطور الزواجات عند الرجال. صراحة يعني أول زواجات الرجال ترى تعيسة، كأنك داخل عزاء رسمي. يستنون العشاء كلهم قلطوا كلك ما الله كلك مع الباب يقعد المعرس بشتش أنا الزفة ضبط العالة. هذه أول زواجاتنا. أنا أذكر في زواجي استراحة طبعا سويته، جيت متأخر والاستروح أقسام، وأبوي خلاني لف على المجالس واحد واحد. أسأل وش معرس يجون يسلمون عليك جايبة طب عقد عند الباب قال كلهم جو دخل لف وسلم بشتي. ما وصلت آخر واحد فيني شد الكرسي. كرسي المعرس ده اللي مفروض أجلس كيه شخص ما وصلت لي شد عضلي. بس كان الزواج نفس اللي قاعد أقول لكم الأجواء. بس عنا طبعا جو أخويا حق الجامعة فلنا جو لعبنا بلوتون طبعا معرس الكلام. تكتيك الزواج الحريم يوم والرجال يوم. هذا صح. فبنشوف فيديو الشباب جايبينه الزواجات أول أنا ما ظن الزواج. الشباب لقوا شيء قديم في اليوتيوب حطه. مشوه أنا زواج قديم. والله ناس قاعد تشرب عصيرات ويسوهم يغنوا. يلا مو مشكلة. الآن صارت الزواجات شقين. في بعض الزواجات تروح لها فلة، تقعد إلى آخر الليل ما تمشي. عرفت؟ في بعض الزواجات تروح لو تدعي أنك ترجع بيت أهلك سالم. فنشوف المتعة في بعض الزواجات. الزواجات اللي ودك تروح من العصر ما تمشي وتقعد. نفس الكلام في أجواء ثانية ترى. الزوجات اللي المفروض تروح لها وتودع عيالك قبلها نوعية ثانية. بغى يذبح المعرس براسه. هذه الزواجات المفروض تروح لابس مضاد رصاص. ما تدري مسلمين سلاح واحد ما يعرف يرمي، ومسلمين سلاح ما ادري وشو، وشوفهم بالزول كل اللي يرمي. الامارات والحكومه وزاره الداخليه مبح صوتهم وهم يقولون منع. يعني المفروض 10 سنوات سجن خلاص. انا اتوقع انا مليت من كثر ما اقول منع 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 منع. خلاص اللي يطلق التله حطه في حلقه، بغى يضيعون الناس. اي والله تخيل معرس مات، وش نسوي الحين؟ ننقلب عزة. ننقلب متكي نصيح. لكن في زواجات للأمانة هذه الفلة الحجز عندها في مكة المدينة جدة الحجاز. هذه الزواجات الصح اللي زواج الرجال متى تجي فعالية. ترجمة
صار الزواج فعالية. قسم الست مبسوط. أنا أذكر حضرت زواج عيال خالي في مكة. فقلت لها والله بلحق ورطة. قال أنا لسه المطربين يا واد ما جو. إيش مطربين؟ أيوه الستيج ما تشوف الستيج وفرقة وقانون هذا الكمنجاتي ما أدري مين. إيش السالفة؟ لا إحنا جايبين فنان من الرياض وجايبين ليلتهم طويلة وغير مزمار. وشوي خبيت وشوي سمسمية لا ودك الزواج قد يومين تلاقي في دائما بس في الكروت اللي تجوز لنا يقول جنة الأطفال منزلهم أحد يجي إيه عدم حمل جوال أبو كاميرا جوال أبو كاميرا لكن فيه صراحة أنا برونه بالله فيديو هذا الجيل القادم هذا الجيل القادم ميكس ميكس عادي بيلقون مطرب يموت في الفورتنايت من شو اسمه ست شاشات حماده يغني والباقين كذا ادري عاد عارف هالحركه ويعرف يمول فيها يا ولهم وش سكن مسكن سكن ايه شوف ولدي يقول بشتري سكن سلعة. سوى ما يدري ليتني حافظ السناب اللي عندي ست شاشة 12 شاشة في مج... هذا الزواجات حقت عماد من الان نضبط لك الحين على فورتنايت شفت الجيل نطلع فاصل حياكم الله معنا بعد الفاصل واليوم ضيفتنا سكرتيرتها قامت تخبص في الاستديو بالمشي فريق الدعم اليوم ضيفتنا المذيعه رو ريان يا اهلا وسهلا كيف حالك قبل كل شيء كوبك معك عشان نكمل فريق الدعم ترى حنا شوفي كل ما جتنا ضيفه من سيد جابت كوبا طبعا يعني لكن ما يهمنا الاكواب احنا ناس ما نهتم بالجوهر بالفيديوهات بالفيديوهات انت اول مذيعه سعوديه بخلني من سيدتي شوي بعدين بدور لك سيدتي يا ساتر اول مذيعه سعوديه تقدم حفلات غنائيه للعوائل بالمملكه صح؟ صحيح الحمد لله اي حفله دي قدمت اول حفل كان في عيد الفطر كانت ايامها دوبها راجع الحفلات خصوصا العائليه في جده قدمت حفلتين والثالثه قدمتها مهير عبد العزيز. طيب حلو الحفلتين دي من كان مخرجك فيها؟ كان عندنا مخرج من الكويت من روتانا الكويت ايامها. لا هذه حفله ثانيه احكي لك عنها بعدين. نعرف جايبين فيديوهاتك من ذي الحفله لان الاسطوره اخرج لك واحده من صحيح كانت من احلى الحفلات اللي قدمتها هذه كانت في العيد الوطني 88 و ابدع بصراحه اي بس مو ابدع ما بدأت عشان تاخذين سيدتي مو برايح حاولت اخذ ما رضي يقول لي ولاء الطارق الله عليك شكرا يا اسطوره ورونا الفيديو حق روعة الحنجرة الذهبية ومغناها الاصيل رددت بعلو الصوت يكفي انك يا بعد عمري اذا اسمحوا لي ارحب ورحبوا معايا بالجيتارة نوال الكويتية هذه الحفلة ايوه اللي في جدة صحيح صح؟ هذه الحفلة حقت العيد الوطني صحيح طيب ليش الحفلة الثالثة قدمتها مهيرة؟ الحفلة الثالثة اللي هي في عيد الفطر حلو تمام هي كانت الاتفاق مع روتانا في البداية اني اقدم الثلاث الحفلات الاولى والثانية والثالثة حلو عندكم عقدوا اتفاقية بينكم انه ثلاث حفلات ما في عقد في عقد في التزام ادبي شفهي بيناتنا بعد ما قدمت الحفلة الاولى والثانية قالوا لي جزاك الله خير يلا انتهينا ايه
فانتهينا خلاص، انا سويت اللي علي. وبعد ما رجعت سمعت انه تم استبعاد المذيعه رؤى ريان عشان مهيرة عبد العزيز تيجي تقدم الحفل. الدنيا قامت في تويتر، كانوا في ناس كثير بيدخلوا حتى بيسالوا، لانك انت سعوديه بنت البلد والحفلات في السعوديه، وانت رح جبت واحده من برا تقدم رغم انه في التزام مع معك انك انت تقدمين. هذا الكلام اللي قالوه الناس صحيح، لكن لو تسالني انا رؤى ايش كان رايي في الموضوع، اول حاجه مهيرة عبد العزيز كانت ضيفه راشد الماجد وهو طلبها بالاسم انها تقدم الحفل. راشد الماجد اللي طلبها تقدم حفلته صحيح، يحق للممثل المطرب انه يختار، يحق له، لكن راح اقول لك الاسباب بعدين. الشغله الثانيه، مهيرة عبد العزيز كانت ضيفه عندنا في السعوديه، ضيفه في حفلات روتانا، فعادي اني انا اتقبلها. اذا هي كانت ضيفه في بيتي ما راح اكرمها؟ اكيد راح اكرمها. اي بس هذا انا نقطتي، لانه ابغى اشوف ان هل المطرب مسموع، يعني مثلا بكره يقول مطرب فلان يقول ابغى فلان يقدمني، وهذا اللي بيصير. انا ما كنت اعرف هذه المعلومه، لكن عرفت انه من حق المطرب انه هو يطلب مين يقدم حفلاته. لأن في حفله شفناها في واحد من المطربين قدم محمد نور، نكب الدنيا محمد نور يعني هو اختاره ولا اللي حطونه؟ اكيد هو اختاره، طبعا هي فيها مصالح حميده متبادله بيناتهم. لكن انا خلي اكلم على كلمه تم استبعاد المذيعه رؤى ريان. لو كان تم استبعاد رؤى ريان ما كان قدمت الحفل اللي اخرجه الاسطوره. اي رجعت انت بس ذا الحفل، انت طلب راشد الماجد طلب مهيرة وبعدين رجعت انت بالضبط. الحفلتين اللي صارت بعد كذا في العيد الوطني اللي هي طب تعتبر من اهم الحفلات الرسميه عندنا في السعوديه، صحيح. رؤى اللي قدمتها، رؤى والاسطوره طبعا اخراج الاسطوره الاستاذ محمد المسعودي. انت بدايتك، بعلم الشباب بدايتك كيف كانت. طيب بدايتها يا جماعه، جايه ضيفه في سيدتي كاخصائيه اجتماعيه، كمدربه اتيكيت على قاعده مدربه اتيكيت ممكن مدربة اتيكيت علاقات اجتماعية. يلا تفضل. فلابد الطرف الأول يتقبل الطرف الثاني ويعتبر أنه الحوار الصريح هو مفتاح لحياة تكون خالية من المشاكل، أو نقدر نقول يعني إذا ما في حياة مثالية تكون إلى الحد الأقرب من الحياة المثالية. فلما يكون في حوار وصريح وتقبل هنا هنا كنت صغيرة. طيب يوم جيت هنا أنت نويت النية؟ إيش؟ نويت النية تكوشين على البرنامج بعدين؟ والله شوف، خليني أقول لك كيف الحظ هنا يلعب، تمام؟ والأقدار كمان تلعب. هذا الفيديو كان في 2013 أول ما بدأ برنامج سيدتي، طلعت مع ميسة العمودي كضيفة، عندي فقرة أقدمها أسبوعية. حلو. شاءت الأقدار أني بعد ما أكون ضيفة أصير معدة في البرنامج. انت قبل لا تروحين دبي كنت معده في سيدتي؟ لا انا مقيمه في دبي من 8 سنوات. حلو. تمام. فكنت معده معاهم في برنامج سيدتي اللي كان ايامها يطلعوا هوا من ابو ظبي. خلصنا رجعنا ثاني مره اقدم سيجمنت كانت اخبار ومشاهير تقريبا عام 2015 و16. 2017 انا مذيعه رئيسيه هنا. والله شكرا. شفت كيف الواحد يخطط على اللونج تيرم؟ اللونج تيرم انا اعلمك خطتي. انا جيت النشره ابو دقيقه، بعدين السيزون اللي بعده ابو 5 دقائق، السيزون اللي بعدنا الحالي. هذا اللونكت هذا اللي سريع بس انت سريع سريع. لا انا احب العبها بالهداوه وبالركاده، عارف يعني يقول لك بيبي ستيب وتوصل احسن. طيب يعني ناويه تسيرين لحالك في سيدتي؟ أنا إذا كان في برنامج مناسب وأقدر. لا سيدتي. لا سيدتي طبعا، شوف البرنامج لي رؤية معينة، مو أنا اللي أحدد. مرة كان بمذيعة، مرة كان بأكثر من مكان، مرة كانوا كلهم في مكان واحد، هو يعتمد إيش رؤية البرنامج من سنة لسنة. أنا ما أقدر أقول. طيب تعتبرين نفسك من الجيل الجديد ولا القديم من المذيعات؟ أنا يعني تكبرني ليه يا طارق؟ أنا أسأل. طيب. ما أدري. أوكي أنا ما أعرف إيش تقصد بالجيل القديم أو الجديد، لكن نشوف الصورة. طب أوريك. يا ساتر، أنت من فين تجيب الصور؟ هذه الصورة. إي. أنت لك تعليق، لكن أجيال. صحيح صحيح. طيب. هنا كنت مع لوجين عمران وخديجة الوعل. لوجين عمران لها أكثر من 15 سنة هي مذيعة. خديجة الوعل برضو لها سنين وسنين ومن الأسماء الكبيرة المعروفة، فإيه أعتبر نفسي يعني الجيل القديم هم الأوائل، هم الجيل القديم الجيل اللي تبغى نقول القديم خلاص. إيه يعني طيب السؤال، أنت الحين كمذيعة برامج، كمذيعة برامج نعم.
لك فكره انه بعد كذا انك تتوجهين مثلا ودك تخوضين تجربه في التمثيل في الغناء في اللي كذا، ولا تخصصك راح يكون مذيعه برامج على طول خط؟ اكره شيء بالنسبه لي يا طارق انه الانسان ما يكون محدد له هويه، خصوصا يعني الشخص اللي يطلع على التلفزيون مو معناه انه هو ممكن يمثل ويسوي لا 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 هوايات هي في الاخير لا لا هي هوايه، هذه وظيفه بالنسبه لي. حلو. طيب انك تقدم برامج هذه وظيفه. وكمان انا دائما انا اقول في فرق بين الواحد يقدم نشره اخبار ويقدم برامج حواريه، ما احب الحابل على النابل. لا غير البرامج، انا ما راح اقدم مثلا برنامج زي ذا كوميدي. والله اذا المسلسل معك ايه الله يسلمك، هذا الاحراج اللي احنا فيه. طيب لا انا قصدي انه مثلا الحين برنامج كوميدي زي ذا، يعني انت عارفه جونا مثلا غير جو سيدتي. حتى سمحنا لك تدخلين جوالك معك. احنا ممنوع، احنا المخرج يسوي لنا مشاكل، ممنوع من الساعه 4 اقفل الجوال والبرنامج 5. شفتي شايف جوالك معك ما شاء الله لابسه اصفر اليوم عشان فريق الدعم جوا. فريق الدعم نصراوي فلازم البس اصفر. طيب كيفك مع الرماية؟ وحياة ربي هذا الفيديو اللي انت حتطلعه الحين اظن انا عرفت. شوف انا في الامارات ارمي هنا ما عرفت ارمي. طب هنا رموني. طب نوريك خلينا نشوف. طلقتين؟ طيب ايوه لو طارت علي الحديدة. طيب مرة. طيب بسم الله. لا ابغى ثاني الله يخليك. شفتني شغله العسكري سحب الساعه. وش فيك؟ شوف اول حاجه هم سووا غلط وانا ما ابغاهم يزعلوا مني. يا اخي الواحد لما يربي يلبس نظاره حمايه تمام. ثاني شيء ترى حساكرنا لهم هيبه. جابتنا من خط ثاني. لا بلعب اللي يعرف يرمي في الامارات اي ما يعرف يرمي في الرياض. انا ارمي ربع ما اعرف ارمي ده بول. تخصص طبعا. تعرف الربع انت قاعد على جواله. بس اعلمك ان احمد ربك في سيدتي ما معك واحد زي مروان. ليه؟ مهما كان تركيزك عالي. انا سمعت انه عنده مشروع خاص وعنده محلات ودخل فلوس. مغاسل دكاكي متستر. طيب متستر احنا. مخلينا لما نبلغ عليه. اسمع انا خرجك من دها بس نسوي بزنس. هذا مروان ترى هذا. ايه انت يا اهلا وسهلا. طيب بلال برضه متستر والله. بلال مقلب. بلال مقلب ذا الكاب اللي عليه حتى. طيب من اللي يشبهونك فيه كثير؟ ميلا كونس ولا هيفا وهبي؟ تبغى اي واحده فيهم؟ خلينا نورنا الصوره عشان نعرف. ميلا كونس. هذه مين؟ هذه واحده يهوديه الله يصلحها. ايش ذا الورطه بعد؟ هذه ميلا كونس ممثلة أوكرانية. يقولوا في شبه بيني وبينها، يمكن أنا وياها من برج الحوت وإحنا الاثنين باردين. حتى أنت حوت وإيش ذا الكلام؟ دقيقة. هات الحوض. اسمع أنا كل ضيوفي بروحهم كلهم حوت. أمانة أنا حوت. خلاص اشتري حوت كبير نوسع شوي. هذا عندك حوت مروان. لا جمل. لا والله أنا ثالث ضيف. الظاهر سيدتي في شو اسمها؟ عبير حوت. عبير حوت. صحيح. وش خفرت انا السي في لازم حوت. يا ريت نقدر نبلع حوت. حوت على الفاضي. طيب وش جمع 15؟ 15 شرات. ايش؟ 15 شرات. 15 شرات؟ طيب واسمع قبل ما نحطي الفيديو خلاص ما نعطي قبل جمع الجمع. في شيء اسمه جمع. انا عارفه لو سيبه ويطلع من قبره يرجع يموت مره ثانيه تمام. بس سلامتك. بس في شيء اسمه جمع الجمع. يعني مثلا انت تبغى تجمعنا من ايش تقول؟ نملان. نملان؟ ايش نملان؟ خلاص احنا فاهمينها مع بعض يا طارق. تجمع شعر نملات. نملان نملات ما تضبط. جمع تكسير مو مزبوط هذا. طيب اورج. اورجرات. اورجرات. طيب كروي. كروي هذا الميول الكروي والكروي. هنا نتكلم احيانا عن بعض الكلمات اللي ممكن تكون شويه تصريفاتها مو صحيحه. لما تقول ميولك كروي يعني صفه، اما تقول ميولك كروي فتتكلم عن الكوره. لا كروي وكروي واضحه تو تقولين واضحه. لا كوره واضحه. لا انت تقول يعني يا فلان ميولك كروي. انت قاعد توصف انه هو كروي يعني مدور. لما تقول كروي لا يحب الكوره.
صح والشباب ما عاد يركزون. طيب بسألك بسألك شيء مهم، ليش المخرجين، وهذا سر أعطاني إياه المخرج عندنا في القناة، يقولون دائما الرؤى تطلب أن نرفع لها الكرسي؟ رفعوا لي الكرسي ورجلي كانت مو واصلة الأرض. يقول لأنها يا ها غير إني أرفع الكرسي أحط ثلاثة مقاعد تحتي. طيب يقول المخرج، يقول السلة كم طولها؟ عادي أقول كم؟ 152. بيتروح حلو، عرفنا السر. يعني 152 ترى يدوبك شبر من تحت وشبر من فوق ويدوبك أوصل. طيب أنت أخصائية وبعدين معلش زميلاتي ترى طوال. أي والله معك. عندهم طفرة جينية. أي والله غزل طويلة وعبيرة. الله يحفظها ويحميها. ورندا. يعني أنا ورندا متقاربين، هي وسط 60 سماعتك. أيوه مركز أنت. هذه ترى ما قد جتكم سيدتي سماعة. لا أنا جايبتها بحرمالي. والله؟ وش ذا الكاشات سيدتي مدلعين ولا لأنكم بنات ويدلعونكم؟ كلها 20 درهم ترى، إيش تحسب مرة كاش؟ ها؟ 20 درهم. الحين أنت مقيمة في الرياض. صحيح. طيب بما أنك مقيمة في الرياض. وإنك أخصائية إتيكيت. علاقات اجتماعية. إتيكيت في نقطة في إتيكيت صح؟ نعم. ها؟ نقول. أخصائية علاقات اجتماعية وإتيكيت. إتيكيت إيش؟ أخصائية إتيكيت علاقات اجتماعية، في البداية إتيكيت بعدين علاقات اجتماعية. يعني إتيكيت مو بالأكل بالشوكة والسكين وذا؟ لا، التعامل بين أفراد البشر واختلاف الثقافات. طب كيف تعاملي أنا مع الشباب؟ كيف تعاملي مع الناس واختلاف الثقافات؟ وجايب فيهم العيد. الله يسلمك. الله يخليك. طيب هذه صدق درستي حالتي؟ مين؟ لا أنا ماني مخول إني أدرس حالات أحد، بس أنا أتكلم عن بيئة العمل مثلاً، إيش الرولز اللي ممكن تبعدك عن الإحراج أو إنك الواحد يفهمك بشكل يكون والله مختلف. ما عندنا أي رولز في برنامج. والله أنا جيت هنا ما أقول لك، أول ما جيت كان عندي صدمة، أوف ليش كذا الناس أصوات الجوالات ومصطلحات حلوة وأشياء غريبة. بو مصطلحات حلوة دي لعبتنا. عشان كذا نحرص إنه ما يكون في عنصر نسائي في الاستوديو. والله إنهم زينة الحياة. وإذا عصبتنا إيش سويته؟ أشتم. حنان ومنى خليهم يصكون بينهم جوا. كلهم شفر. بس إن سيدتي صدق أنا دخلت استوديوكم ذاك يوم بغيت جتني تكة. تكة إيش؟ يعني كذا. مظلم كذا. تسم فيه غضب. رومانسية. رومانسية. لا صدق إنكم دائما متنشنين. ما أعرف متى جيت وأي يوم اللي كان جيت في الدس ورا الكاميرات. ممكن شوف أنا ما أحس إنه كذا، بالعكس يعني أنت قاعد تتكلم عن برنامج يومي 6 أيام في الأسبوع كلنا بنتقابل مع بعض، أتكلم عن 6 أيام في الأسبوع والبرنامج 7 أيام في الأسبوع، أكيد يعني واحدة مننا ممكن تأثر على الكل، إذا ما كانت مثلا هي في المود معصبة زعلانة ما عجبها ميك اب ما عجبها شعر أشياء من هذا النوع، فتدخل لها وأنت شوية متنشن، بس وقت ما المخرج يقول كيو كل مطقة وابتسامة. إيه يا سلام. لعبتكم. يا سلام. طبعا في سؤال بس ما أبغى أسأل أخاف تهاوشون. من المذيعة الرئيسية في برنامج سيدتي؟ المذيعة الرئيسية؟ كلنا مذيعات رئيسيات. لا بس أنا يوم جيت قالوا لي روها ريان مذيعة رئيسية حقت سيدتي. الله يسعده اللي قال لك، بس كلنا مذيعات رئيسيات كنا نتعامل بنفس الطريقة. مرة دبلوماسية. لكن. تهاوشون بكرة. طيب بس أقول لك إذا تبغى نتهاوش أوكي حديك هذه الكلمة. ما عندي مشكلة. إذا تبغى نتهاوش وتتكلم مين المذيعة الرئيسية أنا ما أقدر أصنف مين، لكن أنا دائما أقول البقاء للأفضل. أنت الأقدم. الأقدم إيه بس برضو ما تنحسب بهذه الطريقة في المواسم اللي راحت. راتبك على مرواتب البنات الباقيات. ما أعرف كم رواتب البنات الباقيات بس راتب أجيب كويس. أجيب لك العقود. قفل برنامجكم أنا. قال بكرة بينكم مناحر. لا لا حرام. جنبنا هنا ووسوس لكم من بعيد. لا. نورتين روا. الله يستر. إيش تبغى؟ كوبكم ذلع تشوف ها؟ ليه؟ بس ما جازم. يقولوا في بعده 3 أكواب. يقولوا في بعده 3 أكواب. إيه يا 3 أكواب. روى نورتينا. أول شيء أنت صديقة وعزيزة. الله يخليك. وجارة. وفي نفس المكان. أيوه. وسعيدين إن. أنت كده خلصت. وفي ملاحظة أصبر جتكم ملاحظة. جتكم ملاحظة إيش فيك حمادة؟ أيوه. إذا أنت خلصت كمان أنا عندي. هدية حمادة جيبك هدية. هذه مو مني. من؟ أنا حبيت أحقق لك أمنية. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. يو 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 يو. هذه نسمع بها ولا نشوفها. يقول لك إعطاء الهدايا فرحتها أكثر من الهدية نفسها. الله. حنا لقينا هدية. وينها يا حسرة؟ أقول وينها يا حسرة؟ التغليف هذه نسمع بها ولا قد شفناها. أسمع بحقق الأمنية. حمادة تتفقون علي يا حمادة؟ إيه. تتفقون علي يا حمادة من حق سيدتي.
عاد انت قلت نفسي اسمع صوت الخشخش سمعتك اياه. لا عليكم ورق فاضي. لا حاشا خلني افتح والله ترى سعيد في الله عليك. عاد لو تعرف للشطرنج تعرف معناها. الله عليك. هذا عرف وصف الاستوديو حقكم قدام بعدين يسار. هذا يلعب ال خطوتين قدام بعدين يسار. اي بس يا سلام الله يسعدك. عليك يا اهلا وسهلا والله يسعدك. انا اللي مبسوطه اني كنت اليوم معك يا طارق والله نورتينا. اول ضيف يهديني هديه أي. الحلقه دي قصقصوها وارسلوها لي دي اتش ال الله يسعدك الله يسعدك يا رب. احنا نبي نسمعك اغنيه هداء